Reduce, Reuse, Recycle, R Cube. أنا مها الأستاذ، ريم الوزير، لينا السهلي، جود جمجوم، وإحنا جزء من مجموعة R Cube. فكرتنا بسيطة جداً، هي عبارة عن تدوير المواد المستهلكة وتحويلها إلى منتجات مفيدة وجاهزة للبيع. بعد ما بحثنا في الموضوع شفنا أن مستويات التلوث في تزايد مستمر، ومعظم هذه المواد اللي بنتخلص منها ما زالت تحتوي على العناصر اللي تساعدنا في إعادة تدويرها وإعادة استخدامها. فهذه القضايا كانت مصدر إلهام لينا لبدء المشروع R Cubed. السعودية تولد أكثر من 15 مليون طن من النفايات سنوياً، فالدافع من وراء هذا المشروع كان احتياج مجتمعنا له. باختصار، طموحنا أنه نساعد بتحسين مجتمعنا وبيئتنا بإعادة تدوير المواد المستهلك مثل البلاستيك، الخشب، الأثاث القديم وأشياء ثانية، كلها بطريقة مبدعة. مشروعنا مو بس مشروع، هو نمط حياة. ساعدونا أنه نخلي مجتمعنا مجتمع صديق للبيئة. صوتونا.